في الفيسبوك الاستاذ خالد عاشور بيقول: لو سمحت فضيله الشيخ، هل اذا لحقت او ادركت التشهد الاخير فقط في صلاه الجماعه بهذا اخذت ثواب الجماعه، ام لابد على المسلم ان يدرك ركعه، على المسلم ان يدرك ركعه حتى ياخذ ثواب الجماعه؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال: انا ادرك ثواب الجماعه لما ادرك ايه في الصلاه بالظبط. خلي بالنا بقى عشان اشرح الحته دي كويس او بالتفصيل شويه. فقالوا بعضهم قال لو ادرك ركعه، يعني جه في الركعه الرابعه مثلا في الصلاه الرباعيه او في الثالثه في صلاه المغرب، ولحق قبل ما الامام ما يطلع من سبحان ربي العظيم، ولحق سبحان ربي العظيم مره واحده، يبقى انت ادركت ركعه فادركت ثواب الجماعه. بعضهم قال بمجرد ادراكك جزءا من صلاه الجماعه، ولو انك تقعد في التشهد او اخر التشهد قبل ما يسلم، ادركت صلاه الجماعه. ونحن مع الراي الثاني اللي هو من ادرك جزءا من صلاه الجماعه فقد ادرك ثواب الجماعه. بس عايزين نعرف حاجه، في فرق بين ثواب الجماعه وبين الافعال اللي في صلاه الجماعه، بمعنى ان حضورك التكبيره الاحرام مع الامام في اول الصلاه لها اجر. صحيح. حضورك ركعه من الركعات كلها الاربعه او الثلاثه لهم اجر كلهم. انما انا لحقت حاجه بسيطه من الصلاه قوي قبل السلام، يبقى انت ادركت ثواب الجماعه. يعني بمعنى ايه؟ ثواب الجماعه ده انت تصوره مثلا ايه؟ حاجه كده 50 او 27. خلاص، يبقى هتاخد ال 27 لو ادركت قبل التشهد او قبل التسليم. انما اللي بيصلي من الاول هياخد اكتر من 27 لكثره حركاته، والاجر على قدر المشقه وعلى قدر العمل. وعلى قدر